اهلا بحضراتكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الخميس 20 يناير 2022. الحقيقه بتذكر مثل هذا اليوم من سنتين، احنا قعدنا سنه كامله بنحضر لهذا البرنامج، و يعني زي النهارده يوم 20 يناير كان يوم عيد الغطاس من سنتين، وكان الحقيقه كان عندنا توتر كبير لاننا كنا بنحاول نقابل احلام كبيره في شغلنا وفي امنيات حضراتكم لهذا البرنامج وثقتكم اللي انتوا واضعينها في القناه وفي المسؤولين عنها وفي المسؤولين عن البرنامج بكل تخصصات المسؤوليه. الحمد لله قدرنا خلال سنتين نحن نثبت أقدامنا، والبرنامج بقى مسموع وبقى مهم وكل المسؤولين عارفينه، وكتير منهم شرفونا إن ما كانش في اللقاءات يبقى على الهاتف، وكلنا بلسان واحد بنبذل أقصى طاقة علشان نقدم لحضراتكم شيء يليق بكم ويكون فعلا بينوركم وبيقدم لكم المعلومة الصحيحة والسليمة في كل شيء. النهاردة الحقيقة في جهة من جهات الإعلام المسيحي كان في حوار كده، وأنا قلت إنه إحنا بنتمتع بمصداقية وبإننا بنقول اللي يمليه علينا واجبنا تجاه ربنا وتجاه حضراتكم وتجاه الوطن في الأول وفي الآخر، وده كريدت وده بريفليج، ده امتياز وده رصيد كبير، والله هو العالم بالقلوب وفاحص الكلى، وهو اللي عارف قد ايه المجهود اللي بيتبذل علشان يتقدم شيء راقي وقوي ومحترم حسبما تسمح الظروف. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وزمايلي طيبين، كل سنة وسيدنا الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ورئيس قناة ميسات بكل خير، كل سنة ودكتور إيهاب ألدس والأستاذ عماد مهني مسؤولي هذه القناة وهذا المكان وهذا البرنامج بشكل عام، وكل سنة وكل زمايلي من أكبر واحد فيهم لأصغر واحد اللي هو العبد لله، وانتوا طيبين وانتوا معانا لأن انتوا دافع لكل شيء راقي وكل شيء محترم، وكفاية صلواتكم لينا وكفاية أهمية متابعتكم اللي بتبان في كل الأشياء اللي بنقدمها والتغطيات والأخبار، حتى يعني طال هذا الأمر حتى أخبارنا الشخصية من كتر محبتكم إن انتوا بتطمنوا على اللي تعبان فينا وعلى اللي مش قادر يبقى موجود، وإذا كان حد مسافر، إذا كان حد مختفي، إذا كان في شيء أي شيء بتلاحظوه مختلف بتبعتوا وبتسألوا وبتطمنوا وبتصلوا، كتر ألف خيركم. النهاردة عندنا الحقيقة مجموعة من الأخبار شديدة الأهمية كان لا يمكن تجاهلها، لأن كان عندنا النهاردة رئيس كوريا الجنوبية واستقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، وفي مباحثات شديدة الأهمية، أولاً لجان اقتصادية، اتفاقيات بين البلدين، علاقات بتنطلق لأفاق أرحب في وسط توتر المنطقة هناك وتوتر في المنطقة هنا. عندنا كمان مباحثات عسكرية، عندنا مباحثات سياسية، عندنا جمل شديدة الأهمية أدلى بيها السيد الرئيس النهاردة في المؤتمر الصحفي، وأدلى بيها أيضاً السيد رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. أيضاً السيدة انتصار السيسي أعربت عن سعادتها باستقبال قرينة السيد الرئيس رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وبرضو قالت أنه دار حوارات مهمة جدا حول الشباب وحول تمكين الشباب وتمكين المرأة في الفترة القادمة وكيفية الوصول لده في الأوطان الكبيرة، وطبعا خصوصا في البلدين مصر وكوريا الجنوبية. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته استقبلوا بقصر الاتحادية الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وقرينته، وتم إجراء مراسم استقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. احنا معانا فيديو مجمع عن نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية النهاردة، ممكن نشوفه، بس بنبه حضراتكم زي ما وعدتكم يوم الاثنين يكون عندنا خطوط هتنزل على طول على الشاشة بتكلمونا تقولوا لنا
تهنئتكم، ايه اللي ناقص في البرنامج، اللي انتوا شايفينه، اللي انتوا عايزينه، ملاحظاتكم على اي حد فينا، خلوكم في منتهى الصراحة ومنتهى الاحترام اللي عودتونا عليه، ونقدر بجد نستفيد منكم. يعني أشكركم جدا، ونشوف مع بعض الأول الفيديو بتاع نشاط الرئيس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بنظيره الكوري الجنوبي، وذلك في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي 16 عاماً، مشيداً سيادته بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وبالزخم الملحوظ الذي تشهده خلال الفترة الماضية. من جانبه أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، موجهاً الشكر للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعرباً عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية والتعاون الإنمائي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في جميع القطاعات. حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، كما أكد السيد الرئيس في ذات السياق دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية. من جانبه أشاد الرئيس الكوري بالثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن جهودها الحثيثة بقيادة السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة، وتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية مع مختلف دول العالم. كنت لسه بقول لحضراتكم أنه زيارة مون جي إن رئيس كوريا الجنوبية لمصر زيارة مهمة، كان في مباحثات حوالين إنتاج السيارات الكهربائية، موضوع مهم جدا. أيضا كوريا الجنوبية عندها فيه خبرات كبيرة، كمان على طول سارعت القنوات بمعرفة ما يحدث ونشره. روسيا تودي كتبة أنه كوريا الجنوبية بحسب تصريح مون جي إن ستمنح مصر قرض بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون الكوري للتنمية ضمن الأوراق والمذكرات اللي تم توقيعها. في مؤتمر صحفي عقد النهاردة بين الرئيسين السيسي وجي إن بقصر الاتحادية في مستهل الزيارة الرسمية للرئيس كوريا الجنوبية وقرينته للقاهرة اليوم، الرئيس السيسي أعرب في كلمته عن تقديره للزخم اللي بيشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين مصر وكوريا الجنوبية، واعتزازه بعمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية اللي شهدت تطور ملحوظ خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل شراكة تعاونية شاملة
ما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلدين ويصب في مصلحة الشعبين. احنا عندنا كلمة السيد الرئيس هنشوفها يعني كاملة ونتعلم ونحل. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في القاهرة ضيفاً عزيزاً على مصر وشعبها، متمنيا لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في إطار حرصنا المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا، إضافة إلى متابعة نتائج الزيارة التي قمت بها إلى العاصمة الكورية سول عام 2016. أود بداية الإعراب عن تقديرنا للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية الكورية والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحة شعبيهما. لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين، واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية وآلية الحوار بين وزارتي المالية واللجنة التجارية المشتركة، وذلك لأهميتها جميعا في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما أعربت عن تطلعنا إلى جذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر مع استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وما يأتي اتصالا بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار والمؤشرات الإيجابية للمستقبل الاقتصادي لمصر. وقد اتفقنا كذلك على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق سواء من خلال إنشاء فرع للجامعة الكورية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة، خاصة مع قرب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة. السيدات والسادة، لقد استعرضت مباحثاتنا كذلك فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في إفريقيا بصفة خاصة في مجال البنية التحتية، مع إبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل بمنطقة التجارة الحرة القارية، من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي. كما تبنى وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وقد توافقنا على تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية. وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة
على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاماً أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة، معرباً عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وكوريا، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيداً من قوة الدفع للشراكة التعاونية الشاملة وللصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. شكراً. من جهته قال مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية أنه مصر تكتسب أهمية كبرى، وأنه زيارته زيارة مهمة لمصر لأنها الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ 16 سنة، وأنها الزيارة الأولى من رئيس كوري جنوبي لقارة أفريقيا، وده معناه تنبيه لأنه كوريا زي ما هي تجربة نجاح عظيمة ممكن يحصل تعاون مع أفريقيا، ويمكن يكون التعاون ده من خلال مصر. وقال أن مصر مصدر للحضارة القديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبتتمتع بمميزات تاريخية بتتمثل في التعايش بين الماضي والحاضر، وهي دولة تربط ثلاث قارات. وزي ما قلت لحضراتكم كشف عن أن بلاده هتقدم قرض بمليار دولار من صندوق التعاون الكوري للتنمية، وقال كمان أن بلاده تسعى للشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، وأكد المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة، توسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة، طبعا من ضمن السيارات الكهربائية زي ما قلت لكم، التنمية البحرية والفضائية، وده طبعا ما ينفصلش عن التعاون العسكري. أيضا قال مون أن البلدين متفقين على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث أن مصر بتستضيف كوب 27 في هذا العام، وقال سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الإطار، مشدد على دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط. دكتورة نادية حلمي الخبيرة المتخصصة في الشؤون الأسيوية، مساء الخير يا فندم. ألو دكتور نادية، مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني احنا حاولنا نجمع ما تم ترجمته من كلمة الرئيس مون جي إن، لأن الكلمة نفسها مش موجودة مترجمة ولذا مش هنعرضها، لكن خليني ألجأ لحضرتك باعتبارك متخصصة في الشؤون الأسيوية، وتقولي لي النهضة العظيمة اللي قدمتها كوريا الجنوبية لمواطنيها، واللي نقلت مستوى المواطن الكوري الجنوبي اقتصاديا نقلة جبارة في خلال وقت قد إيه، وكيف نستطيع أن نستلهم واللي حصل النهاردة من مذكرات تفاهم ومباحثات والزيارة في حد ذاتها تودينا لأنهي مرحلة في هذا الاستلهام؟ يعني أنا بتفق معاك تماماً أن كوريا الجنوبية بالمناسبة ترتيبها في الاقتصاد العالمي هو الترتيب 15، وطبعاً هي تجربة متقدمة جداً في العالم. ويعني أنا عايز أقول أن أساس النهضة الكورية الجنوبية هي العمالة الكورية الجنوبية، هي حب العمل والعمل معاً، ويمكن ذلك يعني يستلهمني لآخر كلمة ختم بها رئيس كوريا يعني الجنوبية اليوم، عبارته هيا ضعوا أيديكم في أيدينا، هيا نجمع قوتنا في قوة واحدة لنخطو معا نحو مستقبل التقدم المشترك. كانت تلك هي آخر كلمة ختم بها يعني حديثه عن مؤتمر الأعمال الكوري الجنوبي المصري المشترك لدعم الاقتصاد الأخضر. فمن هنا كوريا الجنوبية بتؤمن بأهمية العمل، وبتؤمن بأهمية التغلب على قلة الموارد، وذلك ما يعني كان كفيلا بأن تصبح كوريا الجنوبية من أقوى 15 اقتصاد على مستوى العالم، وخاصة أن هي نالت احتلالها في عام 45. وبالمناسبة أنا عايز أقول حاجة مهمة تاريخية، كان إعلان القاهرة كان سنة 43، حضروا الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وح
بيدرو ونستور تشرشل رئيس الوزراء البريطاني حينئذ، وكانت مصر حاضرة. فمن هنا كوريا الجنوبية بتدعم وتحمل الجميل للقاهرة، لأن إعلان القاهرة يعني كان هو المقدمة الأولى لنيل كوريا الجنوبية استقلالها في عام 45 من الاحتلال الياباني. ما هو بقى إعلان القاهرة؟ ما ينفعش نقعد نتكلم عنه من غير ما نقول للناس كان مبني على إيه سنة 43؟ هل على فكرة إعطاء الحرية للشعوب، على إيه بالظبط؟ يعني هو إعلان القاهرة هو كان عبارة عن خطة لدعم كوريا الجنوبية، الدول الثلاث لدعم حركة التحرر في كوريا الجنوبية ولدعم لدعم حركات التحرر ولدعم الاقتصاد اللي هو اقتصاد ما بعد الحرب في كوريا الجنوبية، ولكيفية الوقوف معا ودعمها وإعطاء المعونات المختلفة وجهود الولايات المتحدة وبريطانيا. ويعني الفرصة جاءت سانحة للقاهرة لكي تستضيف هذا المؤتمر. فمن هنا بتجد ان كوريا الشمالية كوريا الجنوبية رفعت شعار التنمية اولا، وكان شعار التنمية اولا بدأت بمجلس التخطيط الاقتصادي، وكانت كوريا الجنوبية من اوائل دول العالم التي بدأت بوضع الخطط الخمسية. بمعنى طب اسمحيلي يا دكتور نادية، اسمحيلي يعني هل كوريا الجنوبية انتظرت 78 سنة لترد الجميل لمصر، ولا هي لم تجد فرصا مواتية من قبل في قيادة سياسية مستعدة على الانفتاح على الاقتصاد في هذه المنطقة؟ ولا هي طبعا كوريا الجنوبية بتكتسب أهميتها في رأيي حتى لو هي رقم 5 على العالم في الاقتصاد أو 15 أو 3 في الوقت القليل اللي نهضت خلاله؟ هو ده اللي أنا نفسي نركز عليه في حوارنا مع حضرتك. أنا عايز أقول إن كوريا الجنوبية هي أوريدي موجودة في القاهرة، ويمكن يعني النهاردة الرئيس الكوري الجنوبي أكد على وجود 33 شركة كورية جنوبية. هو شايف إن العدد كبير، لكن أنا بختلف يعني معاه، هو ما زال أيضا العدد محدود. فمن هنا أنا بتطلع لتكثيف اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكوري الجنوبي المشترك، وتكثيف أنشطة حتى التعاون الثقافي. أنا عايز أقول إن المركز الثقافي الكوري الجنوبي في القاهرة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. فمن هنا لابد من إيلاء الجهود الثقافية أو اللي هو بيسموه soft power، القوة الناعمة، أهمية كبيرة جدا. وأنا عايز أقول أن هناك مجالات يعني عديدة للتعاون مع كوريا الجنوبية، مثل مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجال الصناعات التكنولوجيا وتوطين الصناعات. وأنا عايز أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما ذهب يعني لكوريا الجنوبية ويعني يعني 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 خلال جولاته الأسيوية يركز على ما يعرف به توطين التكنولوجيا أو توطين الصناعات التكنولوجيا في القاهرة، بمعنى أن تكون القاهرة جسر لتوطين تلك الصناعات الأسيوية وتدريب الأيدي العاملة. زي إيه؟ زي إيه من الصناعات الأسيوية يا دكتور؟ الصناعات الأسيوية متعددة، زي صناعة السيارات الكهربائية اللي هي كوريا الجنوبية ليها باع طويل فيها، التكنولوجيا بمختلف أنواع التكنولوجيا المتقدمة. ومن هنا وأيضا حتى أن في كوريا الجنوبية أنا عايز أقول أن في تجربة ملهمة للغاية، هي ما يعرف بحركة المجتمع الجديد أو المعروفة باسم حركة سايمول، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة الكورية في السبعينيات، قدرت أن هي بيها يعني تطور الاقتصاد الكوري الجنوبي. وهدف حركة المجتمع الجديد أو حركة سايمول هو تقليل الفوارق الاجتماعية بين الطبقات ورفع درجة مستوى المعيشة ما بين الحضر والريف وتحسين البنى التحتية. فمن هنا فإن هناك العديد من مجالات التعاون المختلفة. ويمكن الرئيس بون جي إن النهاردة هو بيتكلم عن دور وكالة التنمية الكورية الجنوبية في دعم القاهرة. فمن هنا هل يعني صحيح يا دكتور زي ما نشرت روسيا توداي واليوم السابع إن الرئيس مون جاي إن كشف النهاردة عن إن كوريا هتقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية قرض لمصر بقيمة مليار دولار؟ نعم، يعني هو أعرب عن ذلك، وأعرب لأن كوريا الجنوبية أنا عايز أقول يعني أنا قريبة قوي من الثقافة الأسيوية، هو موضوع التضامن الاجتماعي أو المسؤولية المجتمعية، بمعنى أن يعني القوة الكبرى بتكون مسؤولة عن عن القوة الأخرى فيما يعرف بالمسؤولية المجتمعية. فمن هنا يعني بتجد أن رئيس
كوريا الجنوبية النهاردة أعرب عن دعم مصر في مجال خطتها للتنمية المستدامة في 2030، وأعرب عن إن مصر وكوريا الجنوبية بيتلاقوا في حاجتين في مجال البيئة، اللي هو استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، واستضافة كوريا الجنوبية أوريدي لقمة الشراكة من أجل النمو الأخضر للحفاظ على البيئة. فمن هنا الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة هو العامل المشترك يعني اليوم بين الجانبين. شكرا جزيلا دكتور نادية حلمي خبير الشؤون الآسيوية. والحقيقة أنه إحنا بنقول خطة مصر 2030، عمرنا والله شاهد علي عمرنا ما كنا نقول خطة مصر الكذا وكنا نلاقي بيحصل ما يخدم هذه الخطة قبلها بثمان سنين وتسع سنين وعشر سنين. يعني نكون مثلا نقول 2030 في العهود السابقة، يبقى نيجي بقى 2030 نشوف عملنا ايه ونقول اي مشروعين ثلاثة كده بر وعتب وخلاص. لكن فعلا الحقيقة انه اهتمام الرئيس مون جاي ان بمسألة المناخ والذكاء المصري اللي يخليه يتوجه سياسيا ناحية كوريا الجنوبية لانها متميزة جدا اقتصادية، عملت نهضة كبيرة في وقت قليل، عندها اهتمام بالتراث والحضارة والثقافة وده جانب مشترك مع مصر، مهتمة بالمناخ ومصر بتستضيف المؤتمر تغيرات المناخ أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 27 السنة دي، وإنه يجي بنفسه في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي بعد 16 سنة لمصر وأول زيارة لإفريقيا أصلاً، وإنه يقدم هذه الرؤية للتعاون، لا بجد فعلا ده أفق كبير وعظيم. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس مون جاي إن شاهدوا النهاردة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في قصر الاتحادية والوثائق أيضا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضراتكم طبعا قبل كده قد استقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الكوري الجنوبي والسيدة قرينته، وأجريت بالطبع مراسم الاستقبال الرسمية لسيادته، وتم عزف الموسيقى العسكرية والسلام الوطني لكلا البلدين. تعالوا نشوف جزء من توقيع هذه المذكرات والوثائق بين البلدين. وثيقة ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار، يوقع عليها كل من وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزير خارجية كوريا عن الجانب الكوري، فليتفضلا. 이집트 룩스로 하이템 철도 현대화 사업 EDCF 약정에 한국 외교부 장관과 이집트 국제협력부 장관께서 서명하시겠습니다. بعد الغداء وفترة راحة قصيرة بدأ مساء اليوم اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبي حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل. المؤتمر شرفه الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية ودكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضروا عدد من السادة الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. دكتور مصطفى مدبولي ألقى كلمة خلال فعاليات المائدة المستديرة استهلها بالترحيب برئيس جمهورية كوريا الجنوبية
في أول زيارة له إلى القاهرة، لافتاً إلى أنها تعد أيضاً الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ 16 سنة، وتمنى لسيادته والوفد المرافق إقامة طيبة في مصر. أضاف رئيس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطور ملحوظ الفترة الماضية، انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك. قبل بس ما أروح مع حضراتكم لفيديو من جزء من الاجتماع المائدة المستديرة، يبد أن أنا أؤكد على حضراتكم أنه توقيع مذكرات التفاهم والوثائق والمائدة المستديرة ومؤتمر الأعمال المصري الكوري جنوبي بيعني أن الرئيس مون جي إن جاي معاه وفد كبير مهم لزيارة مصر، وأنه يعني كوريا الجنوبية بجد ما بتهزرش زي مصر ما هي ما بتهزرش. ده معناه أن احنا هنشوف انعكاس سريع ومباشر على هذه المشروعات، على زيادة التعاون التجاري، على حجم العلاقات سياسيا واستراتيجيا وبيئيا واقتصاديا، على الشركات، عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر وغيرها من المجالات. تعالوا نشوف جزء من المائدة المستديرة ونرجع مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد مون جي إن رئيس جمهورية كوريا، السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم فخامة الرئيس ضيفاً عزيزاً على مصر في أول زيارة لكم إلى القاهرة، كما إنها الزيارة الأولى لرئيس جمهورية كوريا إلى مصر منذ 16 عام، لذا أتمنى لكم والوفد المرافق إقامة طيبة في مصر. كذلك أتوجه بالشكر إلى جمعية رجال الأعمال المصريين والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار وسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة على تنظيم هذه الجلسة التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تحديات جائحة كوفيد-19، وتؤكد على مدى حرص الجانبين المصري والكوري على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التعاون الاقتصادي المشترك والعمل على تكثيف الاتصال بين مجتمعي الأعمال بالبلدين. وفي هذا السياق أود أن أعرب عن جزيل الشكر لأصدقائنا في جمهورية كوريا على التعاون المتميز في بدايات الجائحة، وإهداء الحكومة الكورية لمصر شحنات متتالية من المستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات التي نقدرها، والتي جاءت تضامناً مع مصر ودعماً لجهودنا لمواجهة تداعيات الوباء. فخامة السيد الرئيس مون جي إن، تأتي زيارة سيادتكم اليوم امتداداً لما شهدته الفترة الماضية من تطور للعلاقات الثنائية وتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، وإنني على ثقة بأن هذه الزيارة سوف تساهم في توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين بلدينا في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. السيدات والسادة الحضور، تعد التجربة التنموية لجمهورية كوريا إحدى أنجح التجارب التنموية على مستوى العالم، ولقد انعكست نتائج هذه التجربة على أداء الاقتصاد الكوري والذي استمر في النمو والتطور. أستاذ حسن أبو خزيم، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، مساء الخير عليك يا فندم. إحنا نقدر نبارك ونهني مصر بقدرتها على وجود كوريا الجنوبية في مصر كمدخل لإفريقيا كلها بعد أكتر من 16 سنة. أستاذ إيهاب، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالفعل نحيي الدولة المصرية والقيادة السياسية، لأن هناك في توصل للإرادة السياسية. ونذكر نفس والسادة المشاهدين عندما قام السيد الرئيس بزيارة كوريا 2016. الجنوبية في 2016، ومنذ هذا الوقت هناك زخم سياسي واقتصادي وزيادة التبادل التجاري. يعني عارفين التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وصل إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، يمكن في السنة الأخيرة بس 21 زاد بنسبة 53%. طبعا هناك يعني 2.2 مليار دولار، ده بعد الزيادة ولا قبل؟ نعم، لا هو كل التبادل التجاري، يعني حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، يعني في الوقت اللي أنا بتكلم فيه طبقا للبيانات الصادرة اليوم من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. ده ولكن رقم قليل قوي يا أستاذ حسن، يعني ده قبل كده لما زاد بنسبة 53%، يبقى كان برو عتب كده وخلاص. طب كلمني بقى عن الموضوعات اللي تم تناولها في المائدة المستديرة النهاردة.
نعم، يعني عدد كبير من الموضوعات التي تم تناولها في المائدة المستديرة وهي الاقتصاد الأخضر والمستقبل هو زيادة التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، سواء بالنسبة لزيارة السيد الرئيس لكوريا الجنوبية أو زيارة رئيس كوريا الجنوبية اليوم إلى الدولة المصرية. احنا عارفين رئيس كوريا الجنوبية يعني اختار ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط لزيارته لها هذه المنطقة، ولكن أكد على يعني أن مصر بالفعل دولة واعدة، ولذلك سنزيد من التعاون الوثيق وكذلك التبادل التجاري. ويمكن زي ما حضرتك تفضلت أستاذ إيهاب، الرئيس كوريا الجنوبية ركز في خلال الكلمة الخاصة به في المائدة المستديرة أن كوريا الجنوبية ومصر سيعملان على زيادة التبادل التجاري والاستثمار، وأن تكون لو وضعنا عنوان لهذه الزيارة هو مصر وكوريا الجنوبية شراكة استراتيجية. كذلك بالنسبة لمجالات البيئة وخاصة طبعا في مجال تعاون السيارات الكهربية، واحنا عارفين هناك مجال واعد بالنسبة لكوريا الجنوبية وكذلك للدولة المصرية وهو مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي هو وصفه كوريا يعني رئيس كوريا الجنوبية ان هو صناعة المستقبل. ولكن كانت خليني برضه يعني اخذ كلمة اللي قالها رئيس كوريا الجنوبية وللسادة المشاهدين، قال والله ضعوا ايديكم في ايدينا، هيا نجمع قوتنا في قوة واحدة لنخطو نحو المستقبل أن تكون هناك شراكة. يعني كل هذه الموضوعات اللي هو تم التباحث حولها اليوم سواء بالنسبة للقائه مع السيد الرئيس وكذلك المائدة المستديرة، إن هي بتبني على ما تحقق خلال الفترة الماضية، وتستطيع الدولة المصرية تستفيد من التجربة الكورية في عدد كبير من مجالات التعاون، وهو ده اللي أكد طبعا عليه رئيس مجلس الوزراء وأكد عليه طبعا. طيب هل المحطتين القادمتين الإمارات والسعودية في جولة الرئيس مون جي إن نستطيع أن احنا نقول أنه في تعاون متعدد الأطراف في أكتر من مجال، وليكن حتى مجال المناخ مثلا؟ بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، يمكن ودل يعني تم التأكيد عليه في الكلمة اللي هو قالها رئيس مجلس الوزراء وكلمة رئيس كوريا الجنوبية، أن الدولة المصرية ستستضيف طبعا هذا العام في نوفمبر المقبل القمة رقم 27 لتغير المناخ. يمكن زيارة طبعا يعني الإمارات والسعودية هي زيارة اقتصادية تجارية، زيادة التبادل التجاري، وخاصة أن يعني كوريا الجنوبية لديها تجربة في عملية النمو، قد تكون هذه التجربة هي الوحيدة على مستوى العالم، ولذلك لذلك هذه الزيارة هتستفيد منها الدولة المصرية. كوريا الجنوبية هتستفيد من الدولة المصرية ازاي؟ لا أستاذ كوريا حسن معلش، عشان أنا يعني لا أعتمد جمل غير مفهومة بالنسبة لي، أستأذن حضرتك، كل الدول العالمية فيها تجارب للنمو، لكن ربما تقصد تجربة كوريا الجنوبية في النمو الكبير في وقت زمني قصير، ولا إيه بالضبط اللي بيميزها؟ يعني التجربة الكورية الجنوبية قد تكون هي الوحيدة على مستوى العالم في التنمية، عملية التنمية وما قامت به يعني كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية يعني أهلها حتى بالنسبة للاقتصاد، ومع أزمة يعني كورونا كانت كوريا الجنوبية من أولى الدول اللي هي يعني مدت الدولة المصرية بالمستلزمات الطبية. هي زيارة اقتصادية يعني زيادة التبادل التجاري. شكرا. بشكرك جدا أستاذ حسن أبو غزيم الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، وأروح مع حضراتكم لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة اللي عرضت النهاردة فيلم تسجيلي بعنوان إنجازات سيناء، يستعرض ما تم على أرض الفيروز من مشروعات في مختلف القطاعات، تناول مشروعات تستهدف تنمية سيناء بالغ عددها 438 مشروع قومي لخدمة كل مجالات التنمية الشاملة في شبه الجزيرة جزيرة سيناء وفتح أفاق جديدة بسوق العمل. التكلفة بلغت 700 مليار جنيه. تعالوا نشوف جزء من هذا الفيلم ونفرح مع أخواتنا المواطنين السيناويين بنهاية عهد من اللا عمل ومن الإهمال أو عهود الحقيقة وتنمية حقيقية على شبه جزيرة سيناء. تفضلوا. Thank you.
كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا إن إحنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وحنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. سينا بوابة مصر الشرقية ودر التاجها عادت لينا بتضحيات الرجال، وعشان نكتب فيها تاريخ جديد للاستفادة من ثرواتها وإعادة بناء مجدها من خلال رؤية سياسية عازمة على إقامة مشروعات تنموية في كافة المجالات لتحفر سطور مضيئة وواعدة لمستقبل سينا ليعم الخير على كل مصر. اللي مصر بتعمله لأهلها في سينا ده غير مسبوق بتكلفة فوق الخيال. حيث اشتملت مشروعات تنمية سينا على تنفيذ أكثر من 438 مشروع قومي لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سينا، وفتح أفاق جديدة نحو توفير فرص العمل واللي بلغت تكلفتها 700 مليار جنيه. وكانت الخطوة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة واللي ساهم فيها المصريين ووقفوا جنب قيادتهم السياسية وحققوا الحلم. الخطوة الأولى جت بعدها خطوات كتير ولسه الحلم كبير. سينا محتاجة مشروعات عملاقة تحقق ليها نقلة اقتصادية حقيقية توصل بأحلامها للعالمية. اشتملت المشروعات التنموية على العديد من المحاور، كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة واللي كان على رأسها أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، واللي بتعتبر شرايين جديدة لربط سينا بكافة أنحاء مصر. بالإضافة إلى إنشاء منظومة من الكباري العائمة اللي بتنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق التجارية الحيوية بين الشرق والغرب، وجاري العمل في كوبري سكة حديد الفردان. ولأن الطرق هي الشرايين اللي بتتبني عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، فتم العمل على قدم وساق بإنشاء شبكة واسعة من الطرق الطولية والعرضية تتضمن 69 طريق جديد بإجمالي أطوال بلغت 2530 كيلومتر. فضلاً عن تطوير عدد من المواني والمطارات وأبرزها مطار البردويل الدولي ومينا العريش البحري ودارة عجلة البناء على كل. سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، مساء الخير على حضرتك، كل سنة وحياتك طيب. النهاردة بنحتفل بالعيد الثاني لبرنامجنا مساء الخير، وحضرتك من الضيوف العزاز علينا جد. اهلا بيك يا فندم، مساء النور ومساء الخير على قناة ميسات، هذه القناة التي تشكل وعي ووجدان الشعب المصري العظيم. كتر خيرك سيادة اللواء. يعني احنا الفيلم اللي كنا بنشوفه ده انجازات سيناء بجد شيء غير مسبوق، زي ما قال سيادة الرئيس في جزء مقتطع واخدينه في الفيلم انه ده يعني شيء غير مسبوق وبتكلفة تفوق الخيال. لكن هو سؤالي في المرحلة دي باعتبار ان احنا توك شو يومي، ايه بالظبط من المشروعات تم على ارض الواقع والمواطن السيناوي شافه وحس ان الدولة مش هتهمله مرة تانية وتعامله بلاش نتكلم في اللي كان بيحصل قبل كده؟ هو طبعا سيناء طبعا بيتم الاهتمام بها. سيناء هذه البقعة الغالية على قلب كل مصري، لأن هذه البقعة صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد أبنائها ودماء شهدائها. وبالتالي بنجد أن هناك
لتحقيق الأمن القومي بيتم الاهتمام بأهالي سيناء. إيه المشروعات؟ يعني 438 مشروع يتكلف 700 مليار جنيه. أيوة. بهدف يعني خلق فرص عمل للشباب السيناوي حتى لا يسهل استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة. صحيح. سيادتك تعلم أن مصر بتحارب الإرهاب في سيناء من خلال العمليات العسكرية والأمنية، لكن هناك محور آخر بيتم مكافحة الإرهاب به وهي التنمية. تنمية. عارف حضرتك يا فندم، الآباء بيقولوا العقل الفارغ معمل للشياطين، فحتى الفراغ، مش هنقول الاستقطاب الشيطاني، الفراغ في حد ذاته لما يلاقي نفسه زمان ما كانش قادر يتملك حتة أرض، لما يلاقي نفسه بعض الناس بتتهمه رسميا بالخيانة وإنه هو مش بيشتغل مع البلد ومش لصالح البلد. النهاردة يعني لو حضرتك تقدر تنقل لي مشاعر المواطن الشمال سيناوي بالتحديد يبقى كتر خيرك. هو طبعا الدولة بتهتم بسيناء لأن دولة كانوا حتى في حرب أكتوبر هما يعني قرون الاستشعار طبعا يقومون بالتعاون مع قواتنا المسلحة مفتاح نجاح طبعا الإرهاب، أيضا عانوا معاناة كبيرة، وبالتالي الدولة هم يعتبر خط الدفاع الأول من الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي. أيه. وبالتالي بتبقى بنجد مشروعات تنموية كبيرة بتهتم بالإنسان، بتهتم بالبيت البدوي. أيه. بتهتم بالزراعة، بتهتم بالقيمة المضافة للمواد المحجرية، لأن سيادتك كما تعلم سيناء تسمى أرض الفيروز. طبعاً. يوجد بها أجود أنواع الرمال الزجاجية، وهناك مجمع للرخام والجرانيت في الجفكافة، كل ذلك علشان أهالي سيناء يشتغلوا فيها. لكن الفراغ اللي سعادتك قلت عليه، أنا بقول إن الفراغ لما يكون المساحة لا توجد بها أفراد بيبقى يعتبر التوزيع الديموغرافي الغير جيد. أيوه. بنعلم أن مصر مليون كيلو متر مربع، ومع ذلك المساحة الموجودة عليها المأهولة أو الانهبتد موجودة كانت 7% في 2013 الآن 14%. سيناء لو كانت فارغة بتبقى مطمع طبعا. لأن طبعا قواتنا المسلحة الآن لها رسالة هي حماية الحدود وحماية المقدرات والمكتسبات والتنمية وحماية الأمن القومي المصري. التنمية زي ما سيادتك تفضلت بتخلي المواطن يدافع عنها بدمه لأن ده مصدر رزقه. بشكرك جدا سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القضاء والأركان على وجود سعادتك معانا، وما زلنا في القوات المسلحة، حيث شهد النهاردة الفريق أسامة عسكر أحدى مراحل مشروع مراكز القيادة خارجي ذو مستويين، سهم واحد بالمنطقة المركزية. مرحلة بدأت بكلمة قائد المنطقة العسكرية المركزية، أكد خلالها استعداد رجال المنطقة العسكرية المركزية لتنفيذ كل المهام اللي بتوكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وظهر أيضا مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل تنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء المشروع. تعالوا نشوف جزء من هذه الزيارة ونرجع مع حضرتك. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد، والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام. بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن. أتبعه عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، كما نقل تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة المركزية العسكرية
مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في تنفيذ المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة. المهمة ونحن نقترب من عيد الشرطة 70، فيلم يوثق لجهود رجال الشرطة في عيدهم، بطولات تتزامن مع الاحتفالات، فيلم يوثق معركة الإسماعيلية الشهيرة اللي تصدى فيها الأبطال للمحتل الإنجليزي ورفضوا تنفيذ الأوامر، ودي كانت سبب اختيار هذا اليوم ليكون عيداً للشرطة المصرية. صباح يوم الجمعة 25 يناير 52، القائد البريطاني لمنطقة القناة البريغادير أكسهام استدعى ضباط الاتصال المصري وسلمهم إنذار لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها، تسليم أسلحتها للشرطة البريطانية، القوات البريطانية، ورحيل الشرطة المصرية من هذه المنطقة، منطقة القناة، وانسحبها إلى القاهرة. المحافظة رفضت الإنذار البريطاني وبلغته لفؤاد سراج الدين، بلغت هذا الرفض وزير الداخلية في هذا الوقت اللي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام وقد كان. تعالوا نشوف جزء من الفيلم المهمة ونرجع ناخد مداخلة مهمة. في مخلوقات كتير عايشة حوالينا ممكن نكون ما بنشوفهاش بعيننا المجردة. المخلوقات دي ربنا اداها قدرة على التخفي وسط الطبيعة، ساعات عشان تنقض على غريمها، وساعات عشان تدافع عن نفسها. أهو زي الكائنات دي في أبطال عايشة حوالينا تحمينا وتدافع عننا ضد أي خطر ممكن نكون ما بنشوفهاش في حياتنا العادية، بس هم دايما حوالينا بيضحوا بحياتهم علشاننا، بيواجهوا الموت عشان نعيش في أمن وأمان. ده الهدف بتاعنا. سيادة اللواء محسن الفحام، دكتور محسن الفحام، أستاذ إدارة الأزمات بكلية الشرطة وصاحب التاريخ الطويل في العمل الشرطي. مساء الخير على حضرتك يا فندم. يا مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. سيادة اللواء حضرتك ضيف عزيز علينا وعلى كل البرامج اللي بتستضيف حضرتك، وإحنا النهاردة بنقول لك كل سنة وانت طيب عشان النهاردة العيد الثاني لبرنامجنا. الحقيقة يعني أنا خليني أقول إنه يعني البرنامج اللي أنا يعني شرفت بإن أنا حضرت فيه أكتر من لقاء مع حضرتك ومع الزملاء، يعني أنا بعتبره من أحب وأقرب البرامج لقلبي ولقلوب يعني ناس كتير جدا، لما يتميز به الحقيقة من مصداقية وبساطة ورقي، وبجد أنا مش بجامل يعني، لكن بقول إنه فعلا من البرامج اللي الواحد فعلا بيحب يشارك فيها ويسمعها. وفعلا كل سنه وانتم طيبين وكل سنه واحنا طيبين، ويعني المناسبات كلها سعيده اللي احنا فيها دلوقتي يعني، فان شاء الله يا رب كده نحتفل بالعيد الثالث والرابع والعاشر والعشرين ان شاء الله مع بعض. سيادة اللواء وحضرتك، وبأكرر وبأؤكد، ضيف عزيز من ضيوفنا، الحقيقه رجل الشرطه المصري يعني بيعاني معاناة شديدة رغم كل الدعم وكل الإمكانيات. النقلة الكبيرة اللي حصلت بعد 2011 للداخلية المصرية، لكن مازال بيصعب علينا، بحس إنه محمل بمهام غير طبيعية وغير منطقية، وأي حاجة في الدنيا ما تعوضش إن الواحد يبقى نازل من بيته وحاطط روحه على كفه يعني بصراحة يعني.
في هذا العيد السبعين ماذا ترى الشرطة المصرية تقدمه ويمكن أن تقدمه، وإيه اللي مفروض إحنا نقدمه ليها كدولة وكمواطنين لكي تصل لمستوى شرطات العالم كله الحقيقة، وهي بالفعل بارزة بينهم، لأنه إحنا بنشوف في العالم كله بيدفع مبالغ طائلة للأفراد وللضباط عشان يوافقوا يشتغلوا في مكان فيه شيء من الخطر. الحقيقة طبعا كلام حضرتك كلام يعني أنا بشكرك عليه طبعا جدا، إن إحنا يعني مش هقول بنعاني، ولكن الحقيقة في مسؤولية كبيرة جدا ملقاة على عاتق رجل الشرطة، ودي حقيقة. أيوة. مصر بالذات مرت بظروف صعبة جدا خلال الفترة من 2011 ل 2013 وأوائل 2014، ثم بعد كده بعض العمليات الإرهابية اللي تمت برضو في أوائل 2014 إلى أن استتبت الأمور إلى حد كبير جدا. أنا عايز أقول إن الشرطة في المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي بتمر بأزهى عصورها، والكلام ده فعلا حقيقة واقعة. يعني أي. أنا النهاردة رصدت مثلا ما تم تقديمه لجهاز الشرطة خلال 2021، وجدت فعلا أن هناك تطور نوعي غير عادي في جميع قطاعات وأجهزة الشرطة بكل ما ده احنا بنفكر زي بعض بقى سيادة اللواء، يعني ده السؤال اللي انا طرحته على حضرتك، وده اللي حضرتك كنت رصده فعلا يعني. فيعني خلينا امسك مثلا على سبيل المثال، يعني مش عايز اطول، لكن خلينا اقول قطاع قطاع كده على السريع. يعني لو خدنا مثال قطاع الامن الوطني على سبيل المثال، قطاع الامن الوطني حصل فيه تحديث غير عادي في وسائل او في متابعة وسائل الوسائط الاجتماعية أو اللي احنا بنسميه التواصل الاجتماعي. وأفكرك بالقضية اللي جت في خلال أقل من 24 ساعة، اللي هي لو تفتكر اللي هي تفاصيل المحادثة المفبركة اللي كانت موجهة ضد مؤسسة الدولة بغرض نشر الشائعات وترويج الأكاذيب، جت في أقل من 24 ساعة. ده نتيجة إيه؟ نتيجة إن فعلا معلومات، توفر معلومات، وحضرتك طبعا عندك خبرة طويلة في هذا الجهاز، وأجهزة معلومات واجهزه. اهم حاجه بقول لك تزويد هذا القطاع باجهزه طبعا عشان كمان تحليل هذه المعلومات والعمل بها. صحيح، ايوه بالضبط كده. ادي قطاع من القطاعات. طب النهارده مثلا قطاع المرور، على شوف النهارده احنا النهارده انت ممكن طلع رخصه مرور في اقل من ساعتين. يعني قطاع الاحوال المدنيه، الفيش والتشبيه بيطلع وانت واقف. يعني كلها الحقيقه. طب سيادة اللواء معلش عندي سؤال اخير برضو يخص إرهاقنا للشرطة المصرية، ومعلش أنا بستخدم مصطلحات صعبة شوية، لكن مسألة الأحوال المدنية ومسألة المرور ومسألة في حاجات كتيرة جدا في دول أخرى ما هياش مسؤولية الشرطة، بتشوف سعادتك إيه في هذا الأمر؟ شوف حضرتك، يعني هو في فكرة يعني أعتقد إن هي بتدرس دلوقتي، يعني خاصة الشرطة المجتمعية. لكن يعني هي فكرة، هل النهاردة الشعب مؤهل ان هو يتعامل مع ناس مدنيين في المجالات اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ مش عارف. يعني انا بتصور برضو انه الالتزام بتاع رجل الشرطة في اداء عمله في مثل هذه الامور التي تقدم للمواطن العادي، اعتقد انها تكون اكثر. يعني انا بتكلم في منتهى الصراحة، يعني مش هتلاقي مثلا رجل الشرطة موجود في مصلحة الجوازات مثلا مش موجود على مكتبه، مش هتلاقي مثلا رجل شرطة مثلا. ما هو هنا يا سيادة اللواء تأتي أهمية الإشراف لكي تكون كل الشعب يكون كتيبة بتؤدي هذا الأداء. ما فيش هزار، لسه سيادة الرئيس النهاردة قال لوزير الداخلية عايز أشوف المصالح اللي هي غير منضبطة في إجراءات كورونا وتقولوا لي إيه اللي اتخذ ضدها. لازم خلاص، مع إحنا وشنا في الحيط دلوقتي، لازم نشتغل ويكون كلنا عندنا ضمير وكلنا علينا إشراف ونقبل هذا التحدي. ده حقيقة، لأنه فعلا يعني حتة برضو التسيب أو التساهل. فاكر لما كنا بنتكلم على موضوع يا جماعة حكاية المصل، يا جماعة النهاردة بنعاني من هذا الموضوع، ورجع الثاني كورونا أخطر من الأول. فيعني الحقيقة برضو أنا بأكد على كلام حضرتك فعلا أنه لابد أن يكون هناك رقابة حاسمة وحازمة للناس اللي هي مش بتلتزم بقواعد المرور. أن هم ياخدوا الأمصال، يعني كل دي حاجات لو تعلمنا الالتزام
ودي ترجع بقى لثقافة الشارع المصري. صحيح. يعني النهارده الشارع المصري عنده استعداد انه يغير ثقافته ويبدا كده. ما هو الثقافة ليها صناع كمان يا سيادة اللواء، احنا دي شغلتنا، شغلة الفنانين والاعلاميين والتوعويين والنخبة دي شغلتهم. ده انت كده النهارده يعني حاطط ايدك على الجرح. اذا كان فعلا الاعلاميين والفنانين يقوموا، ده احنا بقالنا قد ايه النهارده بنتكلم في مثلا مساله تنظيم النسك، تنظيم النسك. أيوة تنظيم. أيوة بالظبط. النهارده الاعلام، انا بتصور الاعلام هو رقم واحد في هذا الموضوع. طب انا ممكن استاذن سيادتك في ربط القوه الناعمه بالقوه الماديه في حلقه قادمه قريبه كده، وناخد خبرات سعادتك في هذا الامر؟ اتمنى، ده الشرف ليا يا فندم. خلاص يا فندم، شكرا جزيلا. سياده اللواء الدكتور محسن الفحام، استاذ اداره الازمات بكليه الشرطه، شكرا جزيلا. انا عندي خبر بقى مهم جدا عشان الصحه ما نقدرش نهملها. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا بيكشف سبب زياده الاصابات خلال الفترة الأخرانية، يمكن من يوم 2 يناير أو كده وما بعدها. بيقول إن مصر لديها وفرة كبيرة في اللقاحات، وكل المواطنين تسرع لتلقي اللقاحات لتفادي مضاعفات الفيروس. والأسباب بقى قال إن التجمعات الكثيفة في الأماكن المغلقة بتساهم في زيادة أعداد المصابين، وهناك زيادة في حالات الإصابة بنسبة وصلت ل 70% الأسبوع الماضي. حذر من تناول العلاج فيروس كورونا دون اللجوء لطبيب متخصص. وإذا جاء الحديث عن التخصص يشرفنا إنه يكون معانا ضيفنا الغالي اللي ياما أفادنا بخبرته، الأستاذ دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس. يسعدنا إن حضرتك تكون ضيفنا في أول حلقة من العام الثالث لبرنامج مساء الخير يا دكتور أشرف. مساء الخير أستاذ إيهاب، صديقي الحبيب. مساء الخير وكل سنة وانت طيب على برنامج فعلا أنت أدرته بمساهمة الحرفية والثقافة والوعي، ونقلت فعلا نبض الشارع وتساؤلات المواطن البسيط. كنت فعلا في خلال الفترة اللي فاتت يعني وسيط جيد جدا بين المحاور وبين المواطن. كتر خيرك. أعتقد أنه ده يعني سبب مهم جدا لنجاح برنامجك الرائع اللي فعلا بتحرص عليه كل الناس، وخاصة أنه بقى مشاهدينه يعني فعلا بيحسوا انهم بيستفيدوا، لانه المذيع مثقف وواعي مش بيستعرض عضلاته. طيب دكتور اشرف، يعني احنا يعني ارقامنا عدينا 1400 لاول مره بيتهيألي في الاصابات، مش كده برضو؟ فعلا يعني 1379 امبارح. يعني سجل اعداد كبيره في الفتره اللي فاتت، واعتقد انه يعني لازال لسه متوقع زياده اخرى في الأسبوعين القادمين. يعني إحنا بعد أسبوعين نقدر نقول إن إحنا ممكن نبدأ في تحييد المنحنى، حتى بلاش نقول انكساره؟ نتمنى ده، لأنه زي ما حضرتك بتعرف كويس، وأعتقد كل المشاهدين بتاع برنامجك العزيز بدأوا يفهموا إنه الانتشار والأعداد مسؤول عنها أكتر من عامل. العامل الأول هو المواطن نفسه. أي. والعامل الثاني قرارات الدولة اللي بتيجي بشكل متزامن مع زيادة الأعداد أو المناسبات الاجتماعية اللي احنا بنعيشها. أيوة. والعامل الثالث اللي هو ظهور متحورات أو سلالات جديدة للفيروس. أعتقد إن هي دي العوامل المهمة، إلى جانب طبعا ما توفره الدولة من خدمات صحية ولقاحات وكمان أدوية بتقدر إنها تتعامل مع الجائحة. طب هل يا دكتور يعني سؤالي الأخير لحضرتك، هل هناك أعراض أخرى تستدعي اللجوء لطبيب غير الارتفاع الزائد في درجات الحرارة فوق 39 ومش عايزة تنزل بخافض، وصعوبة التنفس والإحساس المستمر بضيق التنفس، مش الصعوبة المصاحبة مثلا للكحة أو خروج البلغم أو الحاجات اللي تعودنا عليها في البرد؟ البرد قاتل السنة دي وبيقعد بالثلاث أسابيع وبالشهر ما بيخفش. فجهات في خمس أعراض مهمة جدا لازم أي واحد يعاني منها يلجأ للمستشفى فورا. اتفضل. أول حاجة صعوبة التنفس. ثاني حاجة هبوط نسبة الأكسجين عن 93. وهو بيعرف منين هبوط نسبة الأكسجين؟ ده من خلال قياسه بالجهاز الصغير اللي بيقيس نسبة الأكسجين في البيت. البالس أوكسيميتر. أوكي.
نمرة ثلاثة ارتفاع مستمر في درجة الحرارة أكثر من 38.5 لمدة أكثر من 48 ساعة. نمرة أربعة طبعاً ده مع وجود خافض، يعني حاولنا نعالج الارتفاع وما نزلش، صح؟ بالضبط. طيب تمام، ويكون مستمر. تمام. العرض اللي بعده اللي هو عدم التركيز وقلة الوعي. العرض الخامس ان هو يكون تدهور في الصحه العامه، وخاصه اذا كان من اصحاب الامراض المزمنه زي مثلا امراض السكر والقلب والكبد والكلى، او بياخد علاجات اشعاعيه او من كبار السن. طب معلش يا دكتور، في سؤال تاني حضرتك اثرته باجابتك القيمه دلوقتي. كان في كلام من مستشار الرئيس امبارح عن انه الدواء اللي هو هنجيزه طارئا يعني للعلاج ده كان بيستخدم لعلاج الايدز في الاصل، ودي يعني عمليه ريبوزيشننج او تموضع، اعاده تموضع للادويه انها تبقى مفيده فين او كده، يعني ايه العلاقه دي حضرتك؟ يا ريت بس توضح لنا المساله دي. وجهه النظر الحقيقه في ادويه كورونا دلوقتي انها بتحاول تتدخل في عمليه انقسام الفيروس، و التدخل ده بيبقى من خلال يعني نوع من التورية، بيخلي الجسم يتطور انه الدواء هو ممكن انه يحل محل بعض المكونات اللي محتاجها عشان يكون فيروسات اخرى. وبالتالي الانقسامات الغريبة والمتكررة اللي بتحصل نتيجة وجود الدواء هي اللي بتخلي في فشل في انقسامات الفيروس وتقتله. تمام، بشكرك جدا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والبطن بجامعة عين شمس. وعايز أختم فقرة الأخبار النهاردة بأنه استجابة لكتير من حضراتكم ما كانوش قادرين يحصلوا على التردد بتاع قناة ميسات ويشوفوا القناة بسهولة في أماكنهم المختلفة. في تردد جديد، القناة هتروح له، وده كان التردد الأصلي بتاع قناة ميسات وكان مستقرا عند حضراتكم وعندنا كلنا. وخلال الفترة اللي فاتت بحثنا عن أكتر من تردد يكون بيلبي رغبات أكبر عدد من مشاهدينا وما يكونش التشويش بيأثر على التقاطه، ويكون قوي بدرجة كافية، ويكون بيغطي مناطق كتير. احنا مستمرين في ترددنا الحالي لفترة قد تطول 10 أيام أو ربما أكثر، وهنحاول طول اليوم ننزل لحضراتكم برضو خلال فقرات اليوم هذا التنويه الهام بأن التردد الأصلي اللي احنا رجعنا له 11257، ده حافظينه، ده بتهيألي مش محتاجين يعني نحفظه، 27500 أفقي 3/4، 11257 على النايل سات. بشكركم جدا، فترة إخبارية طويلة وكانت شوية مرهقة، لكن بشكركم على وجودكم معانا. وبعد الفاصل إن شاء الله نتلقى تهنئتكم، وهيكون في الأرقام عشان نستقبل تليفوناتكم، بالإضافة لبعض التليفونات اللي إحنا برضو يسعدنا إن إحنا نرتبها من أسرة التحرير للاحتفال معاكم، سواء من ضيوفنا اللي كانوا معانا على مدار السنتين أو الخبراء أو مشاهدي البرنامج. تفضلوا.